ذكر الله وصلي على الزين اللي جمع خلقه وحدها. د قرباني لغوخ سره څه وکړو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي خوري پر بلې خوري او ذخیره کوي هم. صحيح البخاري 1569 حديث د سلمة بن الأكوع رضي الله عنه برواية. أبدا بذكر الله وصلي على الزين اللي جمع.